اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده يا ربي. نهار جديد، فيديو جديد. اول حاجه كنقول شكرا شكرا بزاف للبنات جداد اللي دخلوا عندي ومرحبا بكم، وشكرا للبنات كاع اللي كيشوفوا لي فيديو ديالي وتيديروا لي التعاليق. مهم كنشكركم بزاف، وكنتمنى من اي بنت دخلت شافت لا فيديو ديالي ما تنسانيش بلي جيم ديالها باللايك ديالها وبالتعاليق. مهم اليوم غادي نشارك معكم جوج ديال الشهيوات اللي غادي يكون وحده غتكون منها ديسير ووحده غادي تكون غراتان ان شاء الله ديال البطاطا ان شاء الله. مهم اول حاجه غادي نبدا بها قبل ما ندوز نقول لكم المقادير. المهم البنات اللي سولوني او المتتبعات ديالي اللي سولوني على الغلاي ديال الضو، انا راه ما كنديرش فيه لو فينيغر وكنخدمه، لا، ملي كنسالي كنبدا نجمع الطبله ديالي وكلشي، اول حاجه كنمشي للغلاي كنخوي فيه الخل الابيض، الخل الابيض كنخوي فيه واحد شويه وتنخليه، وكنمشي نجمع كوزينتي ونجمع طبلتي، ومهم حتى كنسالي شغلي كامل عاد كناخذو كندير له الماء والصابون وكنغسلو مزيان مزيان. وديك الساعه ملي كنغسلو كناخذ واحد الشيفون كنشفو وكنعاود نشفو بالكاريت او السوبالان، صافي وتيبقى ليا دائما جديد. المهم ما ديروهش في الضو، اللي بغات دير الخل كدير الخل الابيض بلا ما تشعلو ما حتى حاجه، غير ديرو في الغرف ديال الضو صافي وتخليه ما تخدموش. ودابا ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير البنات غادي نحتاجو 250 غرام ديال بسكويت سبيكيلوز، اللي ما عندوش سبيكيلوز يدير العادي، وغنحتاجو نص كاس ديال الزبده اللي راه سبق ليا ذوبتها. بالنسبه لاباغاي غادي نحتاجو 500 غرام ديال ماسكاربون، 500 غرام، وغنحتاجو 300 غرام ديال فيلاريلفيا فخوماج، هذا راه فخوماج، وغادي نحتاجو كاس ديال سكر كلاصي، واحد دانون مسوس، 20 سنتيلتر ديال كريم ليكيد يكون بارد، يكون فريمون يكون بارد، وغادي نحتاجو الباط سبيكيلوز، وغنحتاجو لومول. البنات الى عندكم الطبسيل هكا اللي كتحطوا فيه لو ديسير ديالكم، من الاحسن ديروا نيشان فوق منه هذا، غير هذا لو مول، غير هذا وتحيدوا التحتاني، ديروا نيشان هذا باش ملي تخرجوه من الفريغو يجيكم ساهل غير تحيدوه ويكون في الطبسيل نيشان. انا صراحه ما جانيش كيف ما كتشوفوا، انا غادي نوريكم، جاني صغير الطبسيل صغير والمول عندي كبير، دونك غادي نخليه في المول حتى من بعد ونشوف كيفاش غادي ندير له. المهم دابا غادي نبداو طريقه التحضير. البنات كنديروا كيف ما كتشوفوا البسكوي في الطحانه اللي غطحنوا فيها صافي وغادي نطحنوا. المهم البنات كيف ما كتشوفوا تنستمر وكنطحنوا هكا، ملي كنساليو هكا ملي كطحنيه وكتسالي صافي كتشدي هذاك الزبده المذوبه كتخويها، عاوتاني راه على حسب لا كونتيتي اللي درتي، كتخويها هكا وكتبداي ديري بيديك ولا ديري بالمعلقه ولا باش ما بغيتي، المهم انا كنفضل نخدم بيديا. المهم غادي نستمر هكا وعاد نوريكم كيفاش غادي نطحها. بعد ما كنديروا لها الزبده خاصها تكون هكا هانتوما تكون تتجمع صافي. دابا غادي نشدها وغادي نخويها في المول هكا، وغادي ناخذ واحد الكاس وغادي نبدا نضرب باش تجيني زعما بحال غنلصقها بالكاس، غادي نبقى نقادها هكا بيديا ولا بالكاس، انا غنديرها بيديا وغنعاود بالكاس وهكا، ولا تقادو غير بالمعلقه، المهم غير باش تجي لاصقه مزيان صافي. المهم انا غادي نستمر على هذا الشكل هذا. بعد ما ساليت البسكوي صافي كنديرو في الثلاجه الوقت اللي غادي نوجد لاباغاي. المهم لاباغاي غادي نحتاجو كما قلت لكم 500 غرام ديال الماسكاربون هكا، غادي الفخوماج هانتوما كيف ما كتشوفوا فيلادلفيا غنديروه كامل
البنات اللي في المغرب اللي غيسولوني زعما فين غادي نلقاو هذا واش نقدروا نديروا في بلاصتو شي حاجه. المهم سيدي فخوماج لو بغيتو ديروا غير فخوماج بلون، راه نفس الديسير اللي درت ديك المره، غير هذا زايد فيه دايره الماسكاربون وفيلادلفيا، وراه كاين في مرجان، راه في مرجان وكارطون، راه هادشي كامل كاين البنات. صافي، وغادي ندير كاس ديال السكر كلاصي، ولا عندكم فاني فاني ليكيد فاني سائل تقدروا ديروا واحد شويه. صافي، وغادي نبدا نضرب دابا بالضراب. تولي ليكيد غير شويه باش تبقى ثقيله، تبقى هكا تجي قاصحه زعما تجي ثقيله شويه. المهم نضربوها غير شويه. صافي، ودابا ندوزو لا كريم فريش. في دابا غادي ناخذو كما قلت لكم علبه ديال لا كريم فريش فيها 20 سنتيلتر، غادي نخويوها تكون بارده، غادي نخويوها وغادي نبداو نضربوها نضربوها حتى تعقد. هنايا راني زدت 3 ديال المعالق ديال كريم فريش ايبس. صافي، دابا ملي طلعتو هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. واخا هكاك البنات هذا راه جاني شويه جاري، حيت نورمالمون خاص ندير كريم فريش اونتيير ماشي ليجير، انا درت كريم ليكيد ليجير. غادي نخوي هذا الشيء هنايا وغادي نخلط كل شيء. قلت لكم البنات انا بالنسبه لا كريم ليكيد اللي درت راني زدت عليه 3 المعالق ديال لا كريم فريش ايبيس زعما ثقيل شويه باش اختارت ليا هذيك هذاك لا كريم. نورمالمون خاص نديرو كريم ليكيد اونتيير باش ملي كضربيه تيجيني شان تيجي عاقد. صافي، وكتخويه على لاباغاي اللي وجدنا في الاول كيف ما كتشوفوا. صافي، وتيجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نخوي كلشي هنايا. صافي، دابا ملي خرجت البسكوي كما قلت لكم من الثلاجه، صافي تنخويو هذا هكا كامل وكنبداو نقادو في الجناب وكلشي حتى تجينا تنقادو لاكريم كامل. ها نتوما البنات، صافي تنبداو نديرو هكا ونبقاو نقادو نقادو كنخويو كلشي الوسط، وتتبدا يتقادي حتى تحصلي على واحد الطبقه تكون مقاده نيشان. وكيف ما كتشوفوا البنات تتجي على هذا الشكل هذا، راه باقي ما ساليتش. دابا غادي نديرها في الثلاجه 4 ديال السوايع وعاد نرجع باش نكملها معاكم. حيدتها. صافي، يا صراحه صراحه من الاحسن يكون عندكم هذاك المول اللي ما عندوش التحتاني، يعني المول اللي تحطيه نيشان، هذاك الاطار اللي تيتحط نيشان في وسط التبصيل، وسينو تاخذوا نيشان الاطار وتحيدوا هذه وديروه في التبصيل كيجي حسن باش بلا ما توحلوا في لا ديكوراسيون. وهذه المهم انا اصلا غادي ناكلوها غير حنايا، دونك ما عنديش مشكل، غادي نديكوريها وعاد نشوف كيفاش نديرها في التبصيل اللي غنحط. دابا غادي ندوز للديكور. مهم هانتوما كيف ما كتشوفوا كتبدا نخوي هكا. صافي، وتنسالي عاد غادي نبدا نصاوب بالمعلقه ولا بسباتول، المهم كل واحد يدير باش ما بغى. مهم البنات كيف ما قلت لكم بقيت كنخوي غير الوسط، كنخوي 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 صافي حتى هبطت، ولكن راه ما كفاونيش دوك جوج معالق، دونك راني زدت جوج معالق اخرين وبقيت كنضرب في الجناب. دابا غادي نكمل لا ديكوراسيون ديالها، ما غاديش نخليها هكا. بالنسبه للزواق كل واحد يدير اللي بغى، انا غادي ندير هكا اوتور. هذا غير البسكوي اللي كان شاط ليا قبيله مفرتت ولا مطحون، غادي نديرو هكا، غادي نشتو هكا في الجناب كامل ونرجع معاكم. المهم هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا درت هنايا انا البسكوي في الجناب. المهم شوفوا الزواق تيبقى اختياري، لا بغيتي كاع ترشي عليها كامله تقدر ترشي عليها كامله، انا المهم درت غير هنايا في الجناب. صافي، وغادي نشد جوج ديال لي بسكوي، غندير واحد هكا وغادي ندير الاخر هكا. صافي، وغادي نشوف نقدر نزيد واحد
كندير بوينو ولا شي حاجه هكا. المهم ديروا اللي بغيتوا، كل واحد يدير اللي بغا صافي، وكتجي بحال هكا. المهم نكملها ونرجع معاكم. وكان هذا هو تشيز كيك البنات اللي وجدت معاكم. كيف ما كتشوفوا صراحه كيجي راقي وكيجي رائع، لا في المنظر ولا في المذاق. نتمنى تجربوه، ولا جربتوه ما تنسونيش بالتعاليق ديالكم. بالنسبه للبنات الا بغيتوا توجدوه راه كيوجد بالزربه، يعني خاص غير يكونوا عندكم المقادير وتكون عندكم الوقت والكانه. نصيحه وحده اللي غادي ننصحكم، اللي تبغيو تصاوبوه من الاحسن تحطوا طبق التقديم، ديروا الاطار في طبق ديال التقديم باش يجيكم ساهل، بلا ما تبقاو عاد تحيدوه من المول وتعاودوا تهزوه في الطبق ديال التقديم. من الاحسن ديروا هكا، الا عندكم الطبق اللي كتقدموا فيه من الاحسن ديروه نيشان في الطبق. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. ودابا يلاه معايا باش نوجدوا الكغاتان ديال البطاطا اللي تيحماقوا عليه الدراري الصغار، وشخصيا انا ولادي تيحماقوا على شي حاجه سميتها كغاتان ديال البطاطا. دابا غادي ندوزو للكغاتان. مهم انا بالنسبه للمول عندي هذا الصغير هو اللي غادي ندير فيه. غادي نحتاجو بطاطا اللي ديجا سلقتها نص سلقه وقطعتها هكاك دواور، شويه ديال الكفته، الصوص بيشاميل. بالنسبه للصوص بيشاميل البنات راه ديجا شاركتها معاكم في لا فيديو ديال لي لازان. دونك المقادير ديالها غادي نقولهم لكم بالزربه. كنحتاجو 3 المعالق ديال الزبده، كنديروهم في كاسرونه يذوبوا، كنزيدو عليهم 3 المعالق ديال الطحين. ملي كتبدا تجمع داك الخليط كنبداو نكبو الحليب شويه بشويه، نسيطرو ديال الحليب كنخويو شويه بشويه وكنحركو بالضراب اليدوي. من بعد كنزيدو شويه البزار، شويه الملحه، شويه ديال الكوزه غبره، هذه اختياريه اللي بغى يديرها. ومن بعد كنديرو شويه ديال الفرماج محكوك وصافي، وكتجينا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. انا راه سبق ليا وجدتها صافي. وبالنسبه للكميه كيف ما قلت لكم، لا البطاطا ولا الكفته، ديروا على حساب المول اللي عندكم. دابا ندوزو للطريقه. مهم المول كناخذوا شويه الزبده وكندهنوه كامل. مهم البنات كندير مهم على هذا الشكل هذا، كل واحد يدير الديكور اللي بغى. مهم كنديروا بطاطا حداها الكفته وهي غاده مهم حتى تكملي هذا الشكل كامل. انا بقات شايطه ليا شويه ديال البطاطا، غادي نحطها من الفوق وعاد نخوي عليها لاصوص من لاصوص لاكريم لاصوص بيشاميل سمحوا لي من الفوق. بالنسبه للكفته البنات راه ديجا مشرمله، فيها الربيع فيها كلشي صافي. هنايا رشيت شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وزدت هذوك الطريفات ديال البطاطا اللي بقاو شايطين ليا ما عندي علاش نرميهم صافي. وغادي نخويو لاصوص ديالنا على هذا الشكل هذا. المهم غنغطيو بها الطبق كامل. صافي غادي نستمر هكا تنسالي كلشي. ودابا كيف ما كتشوفوا ملي خويت البيشاميل غادي نرش الفرماج على هذا الشكل هذا، مهم على الطاوة كامله كيف ما كتشوفوا تيجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش يديروا الطريقه اللي درت انايا ديال البطاطا في الجنب هكا هكا واقفه، يقدروا يديروها نيشان بلا، يديروا البطاطا كامله بلا وفوق فوق كل مورسو ديال البطاطا يديروا الكفته، ويعاودوا عاوتاني طرف اخر ديال البطاطا عاوتاني ابلا وعاوتاني الكفته وهي غاده. انا قلت غادي ندير هكا باش زعما نبدل شويه الديكور وصافي. المهم دابا ملي غادي طيب ليا الكغاتان ديالي غادي نوريكم كيفاش غادي يجي. وهنايا من بعد ما ساليت الكغاتان وجمعت كلشي، قلت غادي نزيد واحد الشليطه ديال الروز على حساب ولادي. درت فيها المهم غير الروز مسلوق، ودرت راه كلشي تيعرفها هذه، درت الذره ودرت جلبانه. وهنا غادي ندير واحد طونه صافي، وغادي نخلطها. المهم حنا ضروري في الطبله خاصنا لا سلطه، الا ما كانتش لا سلطه ما كاين والو صافي. والشلاطه ديالي ها هي وجدات. ودابا غادي ندير الكغاتان في الفران. المهم البنات كيف ما كتشوفوا ها هي بدات كتحمر ليا صافي، غادي نخليها تحمر مزيان. درتها دابا تقريبا ثلث ساعه على درجه حراره 220 صافي، وخليتها كطيب على خاطرها لان باقي شويه المغرب باش نحطها سخونه. المهم ها هي كطيب كيف ما كتشوفوا.
وكيف ما كتشوفوا البنات الكغاتان كيجي هكا كيجي محمر صافي. دابا راه طاب غادي نحطو وغادي نقول لكم انا غادي نمشي نفطر وبالصحه والراحه فطوركم. الى عجبكم لا فيديو ما تنساونيش بلي لايك ديالكم وبالتعاليق، ونتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون عجبكم ونكون كنت خفيفه على قلوبكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.